ازيك يا بابا؟ الحمد لله. شو اخبارك يا بنت؟ الحمد لله. مش احسن حاجه؟ عاجبك اللي احنا وصلناه ده؟ لا مستحيل. دلوقتي الكل اللي بيتريق عليا وبيقعدوا يتكلموا عنك كلام وحش جدا. انت اللي انت عارف ازاي ضربتني انا قبليك؟ والله انا للامانه ماني عارف شو انا خجلان من نفسي ومكسوف. لكن ما فكرتش قبل ما تعمل كده؟ خدتش وقت لتفكير؟ فكرت في الكلام هذا بس ماني عارف يعني كيف وصلت للمرحلة هذه. لكن الحمد لله. لكن ان شاء الله الايام القادمة الشهر الكريم احاول قد ما استطيع ان شاء الله اني ابعدك عن الشيء اللي انت وصلتي له قدام زميلاتك. يا ريت بجد. انا ما بقتش عارفة اتكلم مع اصحابي، كل ما اتكلم الاقي حد يلقح هنا كلمة هنا كلمة. انا بقى مكسوفة. وبرضه انت ابويا يعني فاهم؟ اكيد. وانت بنتي ما في عندي ابد اعز منك صراحه. اعز مني بقى كنت تفكر فيها الاول. اكيد بس لازم يمر الانسان في لحظه يكون زي كده وممكن اكثر من كده، لكن الحمد لله انا جات على كده. الحمد لله. طب عشان الزياره خلصت انا همشي ان شاء الله، هحاول اجي لك ان شاء الله. بس خليك فاكر دايما ان انا عمري ما هقصر حاجه.